بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الملك سلمان للإغاثة والأمان الإنسانية تفقد سير الأعمال التي ينفذها المركز في جمهورية الصومال بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، والتي تهدف إلى زيادة فرص التحركات الآمنة والوصول للعائدين الصوماليين واللاجئين اليمنيين القادمين من اليمن. ولله الحمد اليوم فريق المركز الذي حضر أول وصول أول قافلة تحمل على متنها 127 عائد صومالي من اليمن إلى ميناء بربرة، والذي تم بالتعاون مع الإخوان في منظمة الهجرة الدولية التي تكفلت بهم. وصراحة نشكرهم على جهودهم القائمة والتي بذلوها في وصول هؤلاء العائدين بالتعاون مع الجهات المختصة الصومالية. حكومتان رنتي وحن سمينا تاس فورت اللي يراه ورنتي جودي ككومن دور وساردود رنتي اللي يقرأنا سنو وسارد داخلي هو جانك أي رنتي أي هم التهاي هو جانك أي كم سؤول نقولنا يسوا وسارد بدشنتا وسارد عافماتك وحصور رع أدن اللي يراه IOM UNHCR أو أنت برنتي coordination سمينا سا أو ما وحل يراه national task force. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو مجيء وياي سالح محمد عبد الله. أنا جوجي دلك يمن شن إلى باتن سنو. أنا كن أولاي أنا كعيشيني. وأنا سكعن أولين وأنا سكشقي سجيرني. أنا المعلومات كأنه وياي لجيرني ما فهمت. دقال كي أياد عاي. يمن واسكعن صوتكني وحن ما نعذن عذن مركان ما نعي مشاكل كواز زيادة ما فهمت. وحلا أنا دبات أياد عذي هيدي أي نو قرمدين. وحين سوسار المراكب بربرة وحنو هنولسي حدنا وحنولسي ديريا إلى مغدشو حدو إلى هيراهو سفي عن أي نو قابلين هاي ذا. The evacuation project is a collaboration between IOM and the Kingdom of Saudi Arabia through the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. It's a part of a larger project targeting Somali returnees. And the first boat arrived on the 7th of November, carrying 127 individuals, 72 male, 55 female, and out of those, 55 are children. It's 17 families and 41 single cases. Overall, this is only the start of a larger evacuations process that will be conducted by air and sea. And we're targeting approximately 2,700 individuals, Somali nationals from Yemen, to return back to Somalia and Somaliland.